لماذا لا؟ الفرد الذي لا مناعة له تجاه الانحراف والطغيان، ومن يمثل الانحراف والطغيان، هذا عرضة للخطر، لخطر التأثر. انتو تعيشون في محل، اكو في المحل طفل منحرف من الناحية الأخلاقية، قولوا لا من باب التعايش السلمي، لا تقولون كلمة لابنكم، لا تتكلمون ضد هذا الطفل. النتيجة شنو؟ النتيجة هذا الطفل ابنكم فاقد مناعة اتجاه ذلك الطفل المنحرف، يروح يعاشره، وما هي النتيجة؟ النتيجة أنه يؤثر في ولدكم. ألا يجب أن تقولوا كلمة أن هذا الطفل خطر؟ وظيفتكم يجب أن تكون هنالك مناعة نفسية ضد الظلم والانحراف والطغيان ومن يمثل الظلم والانحراف والطغيان. أنت عندما تلعن الشيطان تحدث عندك حالة مناعة ضد الشيطان، تواظب أن لا يغرك الشيطان، أن لا يؤثر فيك الشيطان. بعدين واحد عندما يلعن الظالمين تكون هنالك فاصلة نفسية بينه وبين الظالمين، موقف نفسي تجاه الظلم، ما يمكن في يوم من الأيام هذا يتحول إلى ظالم. وإذا ظلم فيظلم في حدود، لا أنه ظلم بلا حدود. فإذن اللعن، لعن الظالمين يخلق هذه المناعة، يعني جزء عوامل خلق المناعة النفسية. فإذن اللعن لا يمثل مشكلة، واحد يلعن أعداء الله سبحانه وتعالى وأولياء الشيطان.